اللي تعرف يعني يعرفوا العالم كله انه البنت السوريه قدرانه تعمل اي شيء، وانه نحن الشباب بهذا الزمن او هون بسوريا نحن جيل الحرب قدرانين نحقق كثير شغلات، نحن عندنا مواهب لازم تندعم اكثر. يعني هلا انا لما شفت الفيديو قلت انه بنت كاسه رقم وانه داخله موسوعه جينيس، انه يا الله هذا الشيء صعب، انه كيف هيك؟ اكيد انا بدي وقت، بدي يعني بدي تمرين كثير كبير حتى اعمله. يعني الموضوع اخذ معي فتره منيحه، بس تميت عم بستمر انه لا، انا حطيت القصه براسي وبدي ساوي لها الفيديو، بدي روض الكرام. يعني تقريبا اخذ معي يعني ماكس اسبوع. بس كان تمرين، يعني كنت اتمرن لاوقات كثير طويله، يعني صار يصير معي شد عضلي وهيك، يعني كان محطوطه الكاميرا قدامي وحاول حاول حاول، يعني اول شيء وصل ل 30، بعدين ارجع يعني توقع الكره مني، ارجع لل 35 هيك على فترات، يعني ل 40 هيك حتى وصلت يعني ل 93 خلال 40 ثانيه، وانا عم تكون حركتي سريعه على الكره، بوم 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 هيك. يعني بس 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 بس